Hi everyone, how are you? Okay, page 86 صفحة 86 راح نحل الواجب اليوم إن شاء الله. طيب الدرس الماضي كان عن الـ adjectives عن الصفات. كان المطلوب منا إنه من هذا العمود من عمود الصفات نوصل الصفة الصحيحة مع الاسم الصحيح من عمود الأسماء. أوكي، الصفات كانت beautiful جميل، tasty لذيذ، cold بارد، small صغير، brave شجاع، hungry جائع، red أحمر. بالطرف المقابل الأسماء هي song أغنية، wolf ذئب، fire نار، ground الأرض، bird الطائر، meal وجبة، tree شجرة. طبعا الأولى محلولة beautiful مع كلمة song، صارت beautiful song أغنية إيش؟ جميلة. طيب نحن رح نكمل. Number two tasty، tasty راح تكون مع ايش؟ مع كلمة meal، يعني tasty meal وجبة لذيذة. فأمام كلمة meal نضع رقم ايش؟ رقم اثنان. Number two cold، كلمة cold البارد هي الأرضية، كانت في القصة الأرضية أو الأرض الباردة. Cold ground، cold ground this is number three. Four، number four small، small what؟ small fire، small fire نار صغيرة. This is number four. brave شجاع، من هو الذي كان شجاعا؟ كان ايش؟ الطائر. وين كلمة طائر؟ a brave bird، brave bird، bird راح تكون number five. طيب number six hungry جائع، من هو الذي كان جائعا؟ الذئب، wolf. Hungry number six، إذا wolf number six. طيب red أحمر، كان صدر الطائر أصبح أحمر، red breast، red breast this is number seven. وأخيرا tall، كانت هي الشجرة الطويلة، tall tree شجرة طويلة، this is number eight. Okay، هذا كان بالنسبة لهذه الصفحة. طبعا هون حللنا يعني بشكل واضح أكثر. انتقل للصفحة التالية. إذا كان مطلوب نكتب في كل مجموعة من هذه المجموعات كلمات نحن نضيفها إضافية. فأولا المجموعة الأولى كانت countries. countries إيش معناها؟ countries الدول. فهني كانت منها كلمة England، إنجلترا أو بريطانيا، فنحن لازم نضيف كلمات. أنا أعطيتكم بعض الأمثلة، مثلا ليبيا، سوريا، إيراك. أنت بإمكانكم تكتبوا هذول أو تكتبوا أي دول تاني تعرفوها، ممكن أيضا صحيح. طيب الصفحة أو المجموعة الثانية second group irregular past verbs. irregular قلنا irregular مين هو الirregular؟ هو الفعل الغير نظامي أو سمينا الفعل الشاذ، يعني اللي ما منضف له في الماضي ed. فلاحظوا went، went كانت هي الزمن الماضي من إيش؟ من go، يذهب ذهب، go went. أنا أضفت بعض الأفعال وأنتم بإمكانكم تضيفوا أفعال أخرى إذا أحببتم. eat أنا حطيت ate، see so، get got. اوكي، اذا اكل، راى، حصل. طيب ننتقل للمجموعه التاليه sports or games، رياضات او العاب. هني كانت منها egg and spoon race، سباق الملعقه والبيضه. فانا اضفت بعض الكلمات مثل football تعتبر sport، swimming ايضا sport، volleyball games or sport، اذا كره القدم، السباحه، كره الطائر. places اماكن، mountain جبل، أنا أضفت beach شاطئ، park الحديقة، museum المتحف. طيب regular past verbs أفعال في الماضي ولكن إيش نوعها؟ regular يعني نظامية. wash هني أضاف كلمة washed، مثلا played looked cleaned. okay played لعبة، looked نظرة، cleaned نظف. adjectives الصفات هني وضعوا كلمة beautiful جميل، فأنا أضفت كلمة hungry جائع، sad حزين، small صغير. فبإمكانكم أن تكتبوا أي إضافة بتحبوها، ممكن حتى نكمل خمس كلمات مثلا في كل مجموعة أيضا راح يكون صحيح. إذا بهذه الطريقة نكون قد وصلنا لنهاية هذا الباب. نلتقي على خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.